معايا كبير مدير التصوير الأستاذ خيري المحلاوي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا بيه. ازاي حضرتك؟ الله يخليك، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. واحنا معانا في الاستوديو الاستاذ نهاد حلمي والمخرج الكبير العبقري جمال عبد الحميد، وكنا بنتكلم عن الفن ما بين الماضي والحاضر. انت شايف الفن دلوقتي ايه يا فندم؟ اولا مساء الخير على الجميع وعلى استاذنا المبدع الاستاذ جمال الاستاذ نهاد. مساء الخير. انا شايف ان مفيش حاجه اسمها قديم وجديد في الفن، يعني مفيش اللي فات واللي جاي، يعني المبدع ده مبدع طول عمره، مش مبدع لحد حين معين يعني. فدي اسماء جديده سموها هم واخترعوا ان يعني بنجدد ومش عارف بنتطور، ولا الناس دي مش عارف مالها، لا الناس دي مش عارف ايه، ولكن الدراما هي الدراما. والسنين اللي فاتت للاسف الشديد انسحب البساط من تحتنا بعد ما كانت الرياده لينا. بقى بقينا نشوف مسلسلات في الخليج معموله كويس جدا جدا جدا، واحنا بنعمل للاسف الشديد بقينا نعمل كلينكس. يعني المقياس دلوقتي ان احنا شهادتنا بقت مجروحه. لو اتكلمت يقول لك اصل انت يعني عشان ما فيش ناس ما بتشتغلش فبيقولوا كذا. لا، تعال نوقف 20 واحد على نص الشارع ونقول يا استاذ الفاضل، انت فاكر ايه من رمضان اللي فات؟ وفاكر ايه من 30 سنه؟ بس، وده اللي يحكم. يعني انا بشوف اعمال بتتشاف من 30 سنه وعامله مشاهده. وفي اعمال مفيش عرض تاني، يعني الاستاذ بيتعرض له مسلسلات كل 3 دقائق. طب انتم ما عندكوش عفوا نظر؟ يعني مفيش نظر. وبغض النظر عن الاستاذ جمال، عشان للاسف شهادتي مجروحه لانه هو اخويا وصديقي، انما في اساتذه مبدعين بتشوف لهم مسلسل دلوقتي بتتهز. يعني بالقياس باللي بيحصل. وبعدين احنا مطلعين كل نتاجنا دلوقتي بقى كله يا اما عندنا ست مرافقه على جوزها عفوا في التعبير، او مخدرات، او اتنين بلطجيه عمالين يضربوا الناس، او هو ده اللي بصدره لاولادنا الصغيرين؟ لا طبعا. هو ده الجديد. طب انت شايف الحل ايه يا فندم؟ يعني برضو حضرتك والله الحل انا شايف ان الحل دلوقتي ان الدوله غطت الطرف تماما عن الانتاج الدرامي. وكانه توقف. لا احنا يعني كان عندنا، بص حضرتك، مع احترامي الشديد لكل الكيانات، كان عندنا كيانين ثلاثه ظابطين رمانه الميزان. احنا عندنا كتاب يا استاذي الفاضل قاعدين في بيوتهم، محمد جلال عبد القوي قاعد في بيته، مجدي صابر قاعد في بيته، محمد السيد عيد قاعد في بيته، جمال عبد الحميد، محمد فاضل، العم محمد علي، مجدي ابو عميره، احمد طقر، الشوادي، مش عارف مين، كل دول قاعدين. مش المبدع على مستوى السينما العالميه بيتنيه ابداع، حتى ان شاء الله لو مستشار، على عيني وراسي ان في شباب زي الفل، في شباب كويسين، وفي شباب ما لهمش اي علامه، وفقد المخرج كل ادواته. ايوه. يسمى تجاوزا مخرج. انت فقد كل ادواته. تمام. حضرتك شايف يا استاذ الفاضل المشاهد بتتكتب في اللوكيشن، وفي مشاهد بتتملى بالتليفون. واخد بال حضرتك؟ يعني وبعدين خمسه سته ازاي وجهه نظر مين؟ خمسه سته بيكتبوا مسلسل عشان احنا شله وقرايب، تعالى نعمل مسلسل. يعني حضرتك شايف ان في عجز في صنع المحتوى المحترم ده اللي اقدر. مفيش كلام طبعا، مفيش كلام. واللي قاعد على المحتوى بيقولوا له اعمل كذا، والنجم بيقول له اعمل كذا، وحتى المحتوى بعد ما بيبتدي تيجي النجم يفتل المخرج كل ادواته اللي معهوده اللي احنا كنا عارفينها. يعني انا اللي اقول كذا، ولقى ممثل حتى ولو صغير عنده 10 مشاهد او 5 مشاهد في المسلسل يعلى في مشهد، لا شيل المشهد ده ويتشال ويتسمع الكلام. طب احنا بقينا فين؟ يعني الممثل او النجم هو اللي بيفرض على المخرج ان يشيل المشهد؟ هو اللي بيفرض مين بتاع البوفيه؟ لا 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 حاليا ده بيحصل. ده اللي بيحصل؟ حاليا ده بيحصل. حضرتك نجيب الاستاذ خيري ولا ما اجيبوش؟ الاستاذ خيري شغال. مش قاعد في البيت. يعني اشتغل ويقعد يشتغل. يعني يا استاذ خيري انت شايف دلوقتي انا ما اكون نجم، انا اقول لك مين؟ يعني انا لو عرضت على حضرتك
الاستاذ خيري المحلاوي مدير تصوير، هتقول لي لا لا اصل خيري الموسم اللي فات عمل معايا يا فندم انا دلوقتي انا الى حد ما مذيع في القناه ما اقدرش امشي حسام. لا 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 ده اللي بيحصل وحاجات غريبه. يا استاذ الفاضل يا استاذ الفاضل، الحكايه بقى دلوقتي احنا شله ولمين بعض. الاستاذ حضرتك دمك عفوا في التعبير جدا واسف في التعبير، دمك تقيل على قلبي تروح يا راجل. انا بقول لك كده يعني انا لو جيت امثل يقول لك لا روبير ده راجل مبقلص ما تجيبوش، ده انا خسلك واشفط بطني والبس كرسيه. يا استاذ يا استاذ الفاضل في نجمه مشت مخرج السنه دي مخرج منفذ مخرج منفذ مساعد مخرج اول لا ومخرج مخرج المخرج ساب العمل ومش. طيب انا 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 بشكرك يا استاذ خير، بشكرك على المداخله القيمه. حبيبي حبيبي تحياتي للاستاذ جمال وتحياتي ليك وكل سنه وانتم طيبين في حياتك حبيبي. وربنا يصلح الشأن لان احنا شكلنا قدام. انا عملت مسلسلات في الخليج بسم الله ما شاء الله ماشيين بالمسطره دلوقتي وكأن الرياده في عبهم يعني. احنا ان شاء الله لينا حلقه برضو مع حضرتك عشان تقول لنا الكواليس دي ونعرفها بالتفاصيل ونفضفض واحده واحده. واوعدك واوعد الساده المشاهدين والساده الفنانين زملائكم اللي بيشوفوا ان شاء الله البرنامج اللي على قده ده لازم ان شاء الله الموضوع يتحل، لازم القامات اللي احنا بنشوفها دي ولادي وولادكم يرجعوا يشوفوا الحاجات المحترمه تاني. وارجع تاني واقول لمستر نهاد شكرا خيري بيه، شكرا شكرا لحضرتك. تحياتي ليكم تحياتي لكم. اتفضل يا فندم. طيب يا حبيبي.